السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم سيجار أو قنينطات معمرين بصدر الدجاج والفيرميسال والخضر. كيجي في شكلهم زوين وفي مذاق رائع. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الآخر. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تشاركوا معايا فلاشين بالضغط على زر الاشتراك، سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله بمكونات الحشوه. عندنا هنا جوج بصلات كبار مشلدين رقاق، ففله حمراء، ففله صفراء حتى هما مقطعين رقاق، صدر الدجاج مقطع مكعبات صغيره، الفيرميسال هنا الفيرميسال انا كبيت عليه المطايب وخليته واحد 3 دقائق، من بعد صفيته في شبيكه وقطعته. الزيتون مقطع، المعدنوس مقطع رقيق. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج السكينجبير، الخرقوم، ملحه، فلفل احمر، ابزار، ثوم بودره، والزيت مخلطه زيت المائده وزيت الزيتون. بسم الله، خديت المقيله نعمل فيها الزيت، غنحط البصله ديالي تشحر، هنا البصله كيما كتشوفوا راه قطعتها رقيقه. عندي فلفله، عندي هنا فلفله حمراء وفلفله صفراء حتى هما مقطعين رقاق، نخليهم يتشحروا مع هاد البصيله. غنضيف صدر الدجاج اللي قطعته مكعبات صغيره، نضيف التوابل، قلنا ملح، خرقوم، شويه ديال سكينجبير، ابزار، تحميره او بابريكا، وعندنا كذلك بودره ثوم. اللي بغى يستعمل البودره يمكن تستعملوا ثومه خضراء، شي جوج رويصات ديال الثومه خضراء. صافي، غادي نخلط هذه المكونات كامله. غادي نغطي المقيله ديالي ونخليها صدر الدجاج يطيب على خاطرو مع داك الخضيره ونرجع عندكم. الخضيره ديالنا ها هي طابت مع صدر الدجاج، دابا غنخليها هي تنشف تماما من داك الماء باش ما تقطعناش الورقه فاش نكونو كنعمرو. غنضيف الزيتون المقطع، المعدنوس، غنضيف كذلك الفيرميسال، نخلط هاد العناصر كاملة. صافي، كيما كتشوفوا الحشوة ديالي ها هي واجدة، غادي نطفي عليها النار ونخليها تبرد. الحشوه ديالي ها هي بردات، كما قلت لكم كنخليوها تبرد مزيان باش ما تقطعليش الورقه.
هنا وجدت الدقيق مع الماء اللي غادي نجمع به الجوانب ديال الورقه، وهنا عندي الزبده مذوبه اللي غادي ندهن بها الورقه ديالي. بسم الله، غناخذ هذه الورقه اللي كنت محافظه عليها في بلاستيك باش ما تنشفليش، غادي نقسمها على أربعة، يعني غنقسمها على جوج هكذا، هانتوما غتشوفوا معايا هكذا على جوج، ونعاود نقسمها هكذا يعني على أربعة على هاد الشكل هذا، نولي نقسمها هكذا يعني كيجيوني على شكل مثلثات على هذا الشكل هذا. نفس الطريقه نقسم الورقه اللي مازال عندي هكذا، ولا بد هذه الورقه انا كنخدم وانا كنرجعها للبلاستيك كنجبد فقط الكميه اللي غادي نحتاج، كنخدم ونخبعها باش ما تنشفليش. غادي نبدا معكم تشوفوا الطريقه اللي كنلوي بها هاد السيجار ديالي، كنتاكد واش راها وحده ولا مضوبله، صافي راها وحده، وكنرجع هذه البلاستيك صافي. اول حاجه كندهن الورقه ديالي بالزبده باش تجيني مقرمشه هكذا، كندهنها بالزبده، كناخذ هذا المثلث على هذا الشكل هذا، كنجيب الحشوه هكا عيني ميزاني صافي، كنحاول نقادها وكنلوي هكذا، والجانب الاخر كذلك نحاول نقادها مزيان صافي، وكنجمع هكذا. وهذا الجانب هذا باش ما يمكن لي نحدقها شي شويش بالمقص الا شفت، ونلصق هاد الجوانب هكذا شويه وكنلصقها كتجي على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا صافي، وكنوضع بعد ما عمرتهم كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا مسدودين وشكلهم زويون، خصنا غير نعوطوا يدنا معاهم يكونوا كنصاوبوهم باش يجيونا هكذا مقادين من الجناب. هنا كما شفتوا انا راني ما طيبتهمش حيت باغا نحتفظ بهم للمجمد حتى رمضان ان شاء الله. وبالنسبه للاحتفاظ بالمجمد يمكننا نوضعهم في اكياس بلاستيكيه او في علب بلاستيكيه ونحتفظوا بهم في المجمد، والوقت اللي بغينا نستعملوهم كنجبدوهم، الا كنا غنطيبوهم في الفران كندهنوا الوجه ديالهم بالزبده وندخلوهم، ويمكننا كذلك اننا نقليوهم في الزيت كل واحد شنو كيفضل. انا كنفضل نطيبوهم في الفران كيتحمروا كيجيو مقمشين وزويونين وكيشهيو. نتمنى من الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم واقتراحاتكم اللي كتشجعني وتخليني نزيد الامان. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره
كنقول لهم مرحبا بكم في لاشين، ضغطوا على زر الاشتراك، سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ودابا ما بقى لي الا نودعكم وعواشركم مبروكه صحيحه والعافيه، والى فيديو جاي ان شاء الله.